وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من هناك الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. وأنت تتحدثين إلينا من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. جرمين، هل لك أن تضيفي لنا عن جلسات الحوار الوطني التي تمت اليوم؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة فعاليات الحوار الوطني والجلسات التي تعقد منذ الثانية ظهر اليوم ومستمرة حتى الآن لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والخاصة فقط بالمحور السياسي، حيث اليوم هو مخصص لمناقشة موضوعات المحور السياسي بلجانه المختلفة. كما ذكرتم، يمكن كان من البداية لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي تناقش ما يتعلق بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، يعني ما تبعناه في المناقشات التي تمت منذ صباح اليوم ومستمرة حتى الآن، أن هناك شبه توافق لضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة في ظل الوضع الحالي وما يتعلق بغياب المجالس الشعبية المحلية. أيضا الحديث عن أنه هناك زيادة في أعداد الدوائر، فبالتالي بتحتاج لتمثيل نيابي لهذه الدوائر، وأيضا ما يتوافق مع الزيادة السكانية. أما فيما يتعلق بالتفرغ لعضوية المجلسين، كان أيضا هناك حديث أنه بالفعل قانون مجلس النواب يحتفظ يعني أو أجاز تفرغ العضو لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. أيضا بالتوازي في نفس التوقيت كانت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بدأت المناقشات لجلسة عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات. هذا المشروع القانون الذي كان الحديث، كما أكد لنا عدد كبير من المشاركين، أنه مشروع هام جدا باعتباره أداة أساسية للتنمية، وأيضا سيفيد في محاربة الفساد والشائعات ودعم البحث العلمي والتقني في المجتمعات. إذن الحديث الدائر الآن عن أهمية هذا القانون، وأيضا الحديث عن المعوقات التي قد تعوق تنفيذ القانون، بالتالي الوصول لتوصيات نهائية يتم رفعها لرئيس الجمهورية يعني فيما يتعلق بكل المناقشات التي تمت سواء اليوم أو على مدار الأيام الماضية أو حتى الأيام القادمة في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس في إبريل العام الماضي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث جلسات الحوار الوطني. شكرا جزيلا لكِ.